لمستشفى موريتاني بالعاصمة نواكشوط، نظمت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية عشرات العمليات الجراحية للمرضى الموريتانيين المصابين بمختلف الأمراض في المسالك البولية. أشرف على العمليات دكاترة سعوديون وأخصائيون موريتانيون. الآن نحن في دولة موريتانيا الشقيقة في العاصمة نواكشوط مع الفريق الطبي السعودي المكون من 8 أطباء جايين لتنفيذ البرنامج هيئة الإغاثة اللي هو عن في جراحة المسالك البولية من الفترة من 12 أكتوبر إلى 19 أكتوبر. أنا شاكر إن هذه البعثة بعثة هيئة الإغاثة الإسلامية اللي حققت نجاتنا في مهمة صعبة نعرفوا عنها، غير جازين بالخير جايين من السعودية يعاونونا في المرضى، دول المرضى اللي عندنا، اللي عندنا لائحة تتكون من 560 مريض ومبرمجين لهم منها 140 اللي هيعدلوها في 5 أيام. المستفيدون من هذه العمليات شكروا هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية والفريق الطبي السعودي على هذه العمليات الجراحية ذات التكاليف الباهظة. رانا شاكرين هاي الهيئة اللي جاية من السعودية مساعدة الشعب الموريتاني. نشكر الوفد السعودي على هذا مشي هذا اللي عدلنا، جزاه الله خير. وتستمر العمليات 4 أيام متتالية في مركز الاستطباب الوطني، سيستفيد منها عشرات المرضى الموريتانيين. هيئة الإغاثة الإسلامية تعيد الأمل إلى عشرات المرضى الموريتانيين الذين فقدوه بسبب أمراض تتعلق بالمسالك البولية. مختار ببتاح، الإخبارية، نواكشوط.